عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبابي وصحابي وعائلتي اللي كيسولوا فيا كان قرأت عليكم السسمح على الغيبة طويلة غتعرفوا في آخر الفيديو علاش بالضبط ولكن ما غندخلش في التفاصيل غتعرفوا علاش وكنتسنى دعواتكم بحول الله المهم هنا اختي بدا نهاري اختي الطاقه الايجابيه واختي الحماس واختي واختي غنبدا نركب اللانش تعالي 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 كتحيري من اليوم ما غتحيريش خدي لي اختي اي خضيره عندك حكيها صوتيها انا خديت خيزو في ليفلا كورجيت الوليدات ياخذوا خضيره انا ولدي كيحمق على شي حاجه البيض درتو معها هكا على شكل اي ودرت بالطون والمايس هنا في الفخوماج الفطول دونالد بانانا. مهم الحليبه جالو داكشي اللي قسم الله كل نهار ونهار كنحاولو نجمعوا نوعو ونديروا في مجهودنا واخا الفياق بهذا البرد ولا كيجينا الصعيب انا ولدي ولا كيفيق ليا بالسيف المهم انا غبت عليكم ولكن ما غبتش على الانستغرام الانستغرام عارف التفاصيل ديال حياتي واختي كتبغيني كتبغي تشاركي يومياتي كتبغي الطاقه الايجابيه كتبغي التحفيز اول تعليق انستغرام ديالي دخلي تنوريني وهذا الفطور ديالي يعني كنصيفط جوج هو الاول للمدرسه وكنبدا نوجد الفطور ديالي يعني ويفطر يفطر بهاديك التورتيه خضيره بنانه وهاد اكتيميل قال لك فيه دي فيتامين والزنك وتاك اما علينا دابا باختي عندي ميمتي عندي حبيبتي عندي العمر ديالي نوجد ليها بغيريرات ماحشمونيش يعني ما بغيريرات الحمد لله يا اختي الحمد لله ما الحمد لله البنات ماحشمنيش البغرير انا البغرير اختي كنبغي بالزبده البلجيه والعسل الحر نكذب عليك هذا هو البغرير الصباحي وحبيبها وحبيرتها يا اختي يا أختي. ماما, ماما. 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 صباح الخير صباح الخير صباح النور بيديو بيزو في بيزو مامي ونان في بيزو 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 لا بوش ماما. لا بوش علىك. شاء الله شوف نقول غبرنا عليكم ما وادي توحش ماما. اه بابا وي يقول لي بطاطا الله واختي غبت عليك اه فين غادي داك البشره وفين غادي التهلو وفي الا ما تهليتيش فراسك كاينش اللي غيديرها في بلاصتك غير كان في قلب كنجمع بلاصتي نطرف دويرتي انا الاولى انا الاولى كيف ما غتفطري تقوتي فطري ليا اختي لوجيه البشره الشعر ليك هادي ليك كونسوليغ هادي شمن شهر هذا شهر واحد ياك نسيتي ليكرا اختي هاد الاشعه اللي مقابله معاها كضر لك البشره بواحد النسبه كبيره وانت ما عارفاش هادي اون كريم هيدراتون ديال بيان بيان سور مرطب وكتحمي لك البشره من الشمس وكتعالجها كضربي ثلاثه ولا اربعه د العصفورين بحجره واحده ماما ماما بغيتي امي مشات للسطح مشات للسطح يا حماقه عليها كي حماقه عليها مش ميمه انا شنو نو حاجه ديال بابي بيبي ماما ادي بيبي امو حتى طيب البشره ديالك كتولي فيها النور كتولي فيها الحياه باش اختي نقولوا مسريرة يقولوا فيها النور سورتو هاد البلوش طوب وير يلا اختي والله ما نخليك حيره كل شيء كيسولني على هاد المشطه كناخذ فيلير كنجمع شعري من التحت كنعاود اختي ندور على هاد الشكل وندير سفنجه وهي هي صدقت وديه اللي كرتاح فيها كتجيني مريحه وكتجمع لي اختي شعري ديري <applause> ودابا دخلي اختي الكوزين تك

هاد الفيديو راه لاحظتي كنقول لك اعطي كل ذي حق حقه الوليدات واخا تكون للسماء اختي انف... نضحكوا مولاها ربي ايوا اختي اجي معايا هنايا نوجد واحد اللم ولاتي الكبسه اللي غترحمي لي الوالدين عليها هادي خدي هاد الروض واخا طالع في الثمن 45 درهم ولكن كيبقى حبه حبه خدي لي اختي العطريه الصحيحه ديال الكبسه عندك القرنفل القرفه حبه الهيل ورقه سيدنا موسى الليمه داك الليمون المجفف وهذيك الوريضه نسيت الاسم لها. وبالنسبة للعطرية الأخرى عندنا عطرية ديال الكبسة هكاك مطحونة البزار سكينجبير الخرقوم توما بودغ أو زعفران هاد الكبسة كتجي واعرة اول حاجه غادي ترقدي لي الروز في الماء ضروري وهذا الروز انا غنوريه لك دابا راه كيجي حبه حبه طويل بغيتي تستعملي الاخر العادي ماشي مشكل المهم هذا هو ديال الكبسه ايوا لا رقدتو في الماء على الاقل واحد نص ساعه ضروري كيرطب في الماء باش وتغسلي غسلي غسلي انا غسلتو شي سبعة ثمانية ديال المرات ضروري ما كيتغسل ايوا من بعد نخليهم مرقد في الماء واجي معايا نوجدوها اختي هادي الا عندك هكا شي ضياف عندك هكا بيت ديريهم راه كتجي واعره ورافقيها مع الشلاطه ديالنا سالاد ماروكي نخص خضار مطيشه بصله عرفتي انا كناكلها بصالاد والدجاج عرفتو كتجي واعره وشويه الحار ما علينا خدي خدي لي اختي واحد بصله ونص ولا جوج بصلات كاتبغي البصله ديريها جو جناوح على هذا الشكل قطعيها خدي لي مطيشه واحدة واجي نوجدوها معاك من هذا الفيديو اختي انا عمرني ما نبغيش نجي ونشكي عليك انت فك اللي كافيك انت اختي تستاهلي الطاقه الايجابيه عرفتو كيوصلوني وصلوني كميه ديال المساجات فين غبرتي ايمان فين غبرتي فين غبرتي واختي وماشي نغبر عليك وتوقدي وما تنسيش لي اختي سحر المغربيات الحلالا طيبا الكلمه الطيبه صدقه اختي نتهلف راسي راسك انا ديما كنقول لك راسك تهلاي في راسك وتهلاي في ولادك وتهلاي في دارك وتهلاي في راجلك اختي كيقولوا لي انت بقى لك شويه وتعبدي الراجل واختي را راجل وش واش انت عارفه هذاك الراجل شنو كيدير عليا يا ربي تحفظنا من عين ومن شر الخلق يا سيدي ربي راه ما يمكنش ما كنصورش لكم انا شنو كيدير داك السيد على قبلي راه كيستاهل الجنه ونعيمه الله يحفظه يا سيدي ربي المهم خدي ليا الدجاج غتحتاجي الدجاج كونتيتي كبيره هنا عندي شي 8 ديال فخيدات ديال الدجاج هذوك الفريضات 8 بحال هكاك وخدي ليا الكاميله يا بسم الله بسم الله توكلنا على الله ديري ليا الزيت العاديه وزيت الزيتون زيت الزيتون هنا ما عرفتش علاش ما تصورش خدي ليا دوك الفريضات قليهم يعني مع مليحه وديك العطري قليه مزيان مهم ما نحرقش لك المراحل غيجي على هذا الشكل قليها اختي ديك الزويته حيت غادي نقليو في العطريه وغنحيدوه اه اختي غنحيدوه باش نشحروا البصله نخليوها الدبال ونشحروا مطيشه انت غتشوفي معايا مرحله بمرحله اختي شوفي انا نبغي نجي فيديو نبغي نجيب لك اختي الوصفات نبغي نجيب لك الطاقه نبغي نجيب لك اختي تنوضي تهلاي في راسك بالله يطري لك نصحك ماشي نجي فيديو غير باش نتسمى درت فيديو لا 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 اختي لا هادشي اللي كنديرو بحب هادشي كنديرو باغ امور ايوا اختي هنا خوتي لي العطريه كبيها كامله اللي قلت وخذي لي ضروري البنات من عطرية الكبسه انا راه خرج من عند العطار باش نطيبها وديري لي ضويمه زعفران وقللي لي داك الدجاج مزيان يتقلى واحد غادي نحيدو ان شاء الله بحول الله خليه يطيب خليه يتقلى زعما يبدا ياخذ اللون داك المذهب داك الذهبي تماما والبنات كاينين شي فئه هنا الحب كاين بزاف الحب كاين واحد في المية كيقول لي في كيك في البنات انا راه عندي هاد المشكل من كنت كنقرا من كنت كنقرا في ابتدائي وانا عندي هاد المشكل مع السيمانه الاولى جوج الاسابيع ولكن من اللي كيعرفني عن قرب كيعرف هذا هو طبيعه الشيء اللي عطى الله هاد الشيء اللي راه كل واحد وطبعه راه حتى شي حد يعني هاد الشيء هذا هو طبيعي كنتمنى تفهموني راه ما عرفتش المهم كنحيدو اختي داك الدجاج ها هو كنحيدوه ايوا اختي عاد برمي لي البصله البصله ضروري ما طيح تولي كاراميليزي الدبل كتعرفي البنات شنو هي الدبل ها هي العطريه لوحي فيها ديك البصيله وخليها الدبل مزيان عاد لوحو مطيشه ما نلوحوش البصله مع مطيشه حيت الا لحتي يوم كتلاق مطيشه الماء ديالها وكتولي عمر البصله ما تدبال كتولي مغزه ها هي البصله بدات كطيح لينا على هذا الشكل زدتها الثومه زدت اختي واحد ربعه الصوص ديال الثومه وعاد من طاح لك مزيان رمي لي اختي هذوك هذاك العطريه الصحيحه ورمي ليا مطيشه ديك الساعه وخلي كل شيء ثاني يطيح ومعلقه صغيره ديال حك مطيشه انا غدا معك خطوه بخطوه انا غدا معك اختي وكنعطيك النصائح باش اي حاجه تصدق لك انا من هيك هيك. ما نبغيكش تضربي تماره غير هكاك حك مطيشه معلقه صغيره غير معلقه صغيره تبعي معايا اختي ايوا وشحري داك الشيء مزيان وارجعي ورجعي الدجاج لبلاصتو وروي اختي خلي الدجاج يطيب اختي شوفي كي جاتك سهله ايوا صافي المهم رجعت اختي الدجاج لبلاصتو وخليته يطيب أه واحد نص ساعه راكم عارفين هاد الفخيدات صغيورين دغيا كيطيبوا ومن بعد مني غادي يطيبوا ليا غنحيدهم ندير عليهم زبيده ونديرهم في الاير فراير ولا الفران يتحمروا وعاد ندير الروز ديالي يطيب ساهل نكب الماء الوسط ما نكبوش على الدجاج نخلي اختي داك الدجاج يتنسم ليا بديك العطريه ديال الكبسه وندوز ندير شلاضه انا ضروري الكبسه كترافقها شلاضه ضروري الكبسه راكم عارفين اكله سعوديه وكل واحد والطريقه ديالو الكبسه لا تناقش كل واحد وكيفاش كيدير ليها صافي انا خديت هنا الخس خديت مطيشه طوماط سوري الربيع بالزايد حيت غنحتاجو نزوق به حتى الرز من الفوق آه الخيار المهم خديت داكشي اللي عندي اللي موجود عندي غندير به انا عاشقه السلطات وبصله ماما ما عندهاش مع شلاضه ولكن انا كنحماق عليها كنموت على الشلاضه البنات صافي صيبت شليدة صالة سلطه مغوكين وندوز نكمل معكم الروس المهم البنات كيولي كيفاش كتقدري ديريها البنات آه لاحظت النهار اللي كنحاول مع البرد كنبقى مع الثلاثه ديك العشره ما كنقدرش نوفق نهار اللي كنفيق مع 8 غير كيخرج ولدي كنوض كنشقى كنلقى راسي عاطيه كل دي حق حقه يعني هذاك الفيق في الصباح عنده آه دور كبير في تنظيم الوقت اختي ولكن انا ما كنقولش لك جهدي على صحتك انا ما كنقولش لك ديري اللي قديتي يعني. عليه دجاج طاب غير ونديرو في طبسيل ونرميو الروز ديالنا الروز ديالنا عشرة دقائق كيكون واجد حيت مرطب في الماء صفيه من هذاك الماء ولوحي بقيت يتحرك بقي مقابله عشرة دقائق حتى سبع 7 هكا 12 13 دقيقه كيكون واجد ها هو الدجاج غندهنو بالزبده وندخلو الاير فراير انا اختي رميت الروز ايوا صافي كنرميها هو الروز شو كيجي مرطب وكيجي بحال هكا غادي نرميه ونبقى مقابلاه نحركو باش ما يتعجنش ليا راقبوها البنات راه دغيا كي صافي المهم رميت الروز ديالي وتخيلوا البنات غفلت دقيقه 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 كان صافي غير خسر لي الروز حيت كيبغي بغيت مقابلاه كي ما تنساي عليا العلامه حتى بقى غير الروز وانا زدت واحد معلقه الزبده زدت واحد معلقه الزبده هنايا غير ما صورتهاش ايوا صافي انا كنحرك الرز مقابله وشليضه ديالنا واجده الدجاج كيتحمر في اير فراير صافي تحطي ليا الطبق هماوي بنين مغاير نوعو حتى الوليدات لاحظتوا راه كيبغيو الرز غير يعني الخضره ما خصهاش تبين نهار كندير فيه الخضره كنحاول نرققها ايوا صافي دابا البنات كنسد عليه نزيدو هكا شويه ديال الماء ونسد عليه نخليه يطيب على هذا الشكل كنزيدو واحد شويه باش يجي الماء الكافي اللي غادي يطيب فيه ونخليه وها هو اختي الروز ها هو الروز اختي طاب ها هو حبه حبه اختي كيجي واعر وهنايا تجيجه درتها تحمرات واجده واجي نحطو على مولاتي هذا الا كانت كا. بيت عندك حماتك بيت عندك ماما كان كانت عندي هنا ماما وجدت ليها عجبها الحمد لله وتا الوليدات عجبهم جا المسيو تا يعني هاد الاكله كتلقاي قليل اللي ما تعجبوش بغيتي تحيدي العطريه الصحيحه تحيديها بغيتي تخليها وما يعني كيخليوها عادي يعني فهمتوا صافي اللي جات حدا شي حاجه كيحطها حداه وصافي يعني ديك العطريه صحيحه تجي باينه باش تديها راه مقوم وطيب مزيان ايوا صافي هنا الروز ديالي طاب غندير عليه حتى الدجاج من الفوق وها هو الطبق ديالي بالصحه والراحه بصحتك وراحتك اختي ودعي معايا مني ديريه ايوا اختي دابا مني غنساليو الطياب تعمر الكرش ايوا ضروري ما هكا مره في 3 ايام مره في 4 في هذا البرد خصوصا البرد ما كندوشوش الوليدات يوميا راه كنطرفو ليهم كندوش مره كندوش للجود مره ليانيس مره كندوش ليهم بجوجهم اغلبيه كندوش كل نهار واحد علاش أه حيت أه كنحس بني كندوش ليهم بجوج كنحس عطيت الطاقه وما كنبقاش نقدر نعطي نعطي لراسي وقت ف وليت كنحاول كل مره ندوش لواحد ايوا هنا ها هو الطبق ديالنا واجد هماوي غندخل ندوش اليانيسو ومن بعد غيجي دوري اختي انت اميره في مملكتك انت قدر راسك بغي راسك ما تقوليش وا صافي صافي لا انت راسك نفسك ثم نفسك ثم نفسك أي اختي ها هو الطبق واجي اختي دابا ندوشو الوليد وبيان سو ما العنايه العنايه اختي البشره راكم شفتو البشره بشره وشعرك خاصك تبقاي ضروري دابا بحال انا راك شفتو الصباح عطيت البشره حقها في العشيه غنعطي الشعر حقو ناخذ دوش ضروري ده من الضروريات ما تخليش الحاجه تبعد المهم ها هو الروز ديالي كي جا وجدنا اختي البيجامه اللي نيسو اختي ندخلوا ندوشو ليه واخا جو تاو بعمامه عمامه ما مدوشة كندوش كنحسن ودوشت نهار قبل المهم قولوا لي واش حسيتوا بالفراغ ديالي قولوا لي واش توحشتوني اللي عندها شي وليدات قولوا لي كيفاش دايره ضروري من العصاب ضروري من الغوات ضروري من اللي بيتيز, ضروري ولكن كنكافحوا وكنعلو الشيطان وكنتوقدوا لوليداتنا آه، انا وليداتي هما معينيه هما حياتي كنتعصب ولكن ما نقدرش ندوز دقيقه بلا بيهم ما نكذبش عليكم ايوا صافي كنلبسو هنا على البرد وكنحاول راه مسخنه البيت شوفاج وكل شيء هنا عيت شوفوا ولكن مقاومه اختي علاش غندير هذا اللي عطى سيدي مولانا ايوا الحمد لله عليهم واللي ما الله يرزقها الذريه الصالحه يا سيدي مولانا ايوا هنا لبستو تقيشر تركم عارفين البرد دابا هكا أه تلبسي اختي تسخنيه بينوار مسحت له الودينات ايوا اختي بعد ما نساليو اختي الغدا ونساليو الحداقه ونساليو الشقه لوليدات كتجي اختي دوري دوري انني هادشي ما خاصوش يبقى شوف فيك الخرقوم فيك الحتومه فيك البصيله دوشي يا اختي وما مستحيل ندوش بلا ما نشقق شعري كنحس بشي حاجه ناقصاني أت... اجي معايا اختي غنقول لك علاش كنشقق نتوما عارفيني كي معكم غير حوايج زوينين حوايج اللي غينفعوني حوايج اللي خاصني نجربهم اعوام ما نجربش حاجه مره ونجي نشاركها معاك كنجرب اعوام عارفيني لا غامبيا دي عامين ونص وانا نتبعها شوفوا معايا سالات الزويته ديال الشعر كتخلي لي البنات شعري صحي كتخلي لي شعري كتشوفي هكاك الخلفه كتبان لك تساقط البنات انا عندي الغده الدرقيه ني مهما ندير الشعر كيبقى يتساقط وعارفيني كنت الوصفات الطبيعيه ولكن هذه سهله الاستعمال وما كتخليش لك الريحه هانتي تري كونسونطري فيها ريحه العشوب وملي كتغسلي صافي بحال ما كيبقى حتى شي حاجه كتغدي لك شعرك كتقصح لك الجلده ديال الراس واعره كندير هاد الزويته مزيان كنشقق بها الشعر ديال راسي مزيان كتحسي قلت لكم حتى الجلده الجلده ديال الراس كتقصح ملي كتقصح الجلده ديال الراس قولي راه عالج شعرك حيت الغالب المشكل كيكون في الجلده ولا غامبيادي منتوش كيكمل خوه يعني هاي كتقصح لك الجلده كتعاجلك تساقط وكتعجلك حتى الزغبه انا نقول لك الزغبه كيفاش كتعالج ها آه اختي زويته سالات 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 ولكن بيان سور ما كتسالي وحده كتكون عندي اخرى صافي سخنا في يدك بحال هكا ماساج ماساج اختي ماساج 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 ومازال ما كنهبط شعري باش نحرك الدوره الدمويه واعره البنات واعره واعره الثمن ديالها مناسب حيت ربعه ديال لي انا نشرح لك علاش كتعالج هاد الزغبه انا غنحركي هبطي شعرك وديري واحد الماساج باش تحرك الدور الدموية لتحت كنعاود نمشطو باش كنتاكد ان الزيت تخليه في الجذور مزيان واحد الريحه طالعه ريحه العشوب ديك العشوب العربية ديالنا تماما المهم البنات كيفاش كنعالجو تا الزغبة هدا كيراتين هاهي مكتوبة فيه كيراتين أباز دو كيراتين هاهي هنايا فيه بوغ دو في فيه زبدة شيا وعارفين زبدة شيا ديما كنديرها معاكم في الوصفات واحد ترطيب واحد ترطيب عالي كنخليها شي ساعتين بحال هنا دايرة بحال دايرة بحال كيما كنت كديركم زبدة شيا مع البنان العسل لا هذا هذا غير كتكبي لك الرشاشه شعرك كيبدا طايح 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 اللي عندها شعره ناشف بزاف واعر 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 شوفي شوفي كنغدي شعري مزيان شعر وكان وكنديرو دابا دابا غنجمع شعري وكنديرو حتى في الدوش حتى ملي اش من شامبو هنا فين كاين المعنى ماشي اي شامبو كنديروه مع الزيت ديال الشعر اي زيت كنتي كتستعملو وكديري شامبو فيه البارابين فيه سيليكون ضربتي كلشي فزيرو زيرو هذا كريمي هاي هي مكتوبه هنا زيرو زيرو سلفات زيرو بارابين زيرو ما فيش مواد مضره كريمي ما كيرغويش في خاصك تكوني عارفه انه ما كيرغويش. كريمي كتغسلي بيه جلده ديال راسك يغسل لك الشعر ديالك وما اهم حاجه انها ما زيت ديال لا لاجم... غامبيا دي منش مكوله الزيت هو ساهله عليا شامبو الماسك اللي تا هو صافي تقريبا ساهله شو البنات ما انا كنستعملها بزاف كتحمقني ساهله و سيروم علاش كي لي قاد سيروم كتقولي في فيك لا في شعرك كيعطيك لمعه و كيحمي لك الشعر ديالك من الحراره وتخيلي من ربعة كتكون من ربعة و الثمن جد مناسب ها هو الرقم الرقم ديال بياضي ها هو هنايا غترحموا لي الوالدين عليها شفنا الشعر درنا شويه زاز شويه هكا ديال الفاغاجو شنو ندير اختي هادشي ماتشي ماتشي هادي كان جبلية الحب عقلتو مني سافر نشوف فين وصلت نص أو كوار واير طب توب توب البنات توب الله شوفو تهلاو في راسكم تهلاو في ولادكم تهلاو في داركم في رجالاتكم كل دي حق حقه بتنظيم الوقت ما ديريش فوق جهدك الا إيه نظمتي وقتك والنصيحه تفيقي بكري قد ما فقتي بكري قد ما كيبقى إيه لك الغلونس شوفوا كيفاش كتخلي الشعر طايح شوف واعره واعره البنات لاكام واعره كنصحكم بشي حاجه كونوا اكيدين ودابا اختي راح الله على راحه الله على رويحه الله على ثقه في النفس ملي كتسالي واش غنكون كتاخذوا الدوش راحه ولا اروع البنات والله غير يحاول يجي المسيو قبل ما يدخل نخطف لي اختي سويعه المكانه سوا ديري فيها الدوش سوا نقي حالتك وترفيها نتعطر لبس بيجامه اختي ماشي ديال الطياب بلا ما نحتاج نوصيكم راكم راكم <applause> ولفتوني لي اختي على وضروري نكمل معاك ناري بالنسبه للعشاء كانت سالات خويا البنات صافي مني كان هكا كتكوني شبعانه فكتبغي شي حاجه خفيفه درت فيها جميع الفواكه الفخيز الكيوي البعويد البنان المهم اه درتو بجو دورانج وشويه ديال الفاني شويه ديال الكركاع ولا من الفوق كيجي واعر آه حاولنا نعسو خفافين انا ما درتش فيه تفاح صراحه حيت ما كنبغيش فيه التفاح كنبغي فيه البنان بالاخص وده بارتي اجي تقابلي معايا وعينك في عيني وبغيت نقولك سمحي لي سمحي لي على هاد التقصير اللي دايره في حقك سمحي لي على هاد الغيبه اللي كان, بي... كان غيب على اليوتيوب خارج الاراده ديالي نزل انستغرام كنشارك معاهم يومياتي علاش كيت كتحطي ستوري في ثانيه اما فيديو يوتيوب كيخد كي منك يومين ثلاثه ايام حتى الاسبوع مابقاش عندي الوقت علاش كنخرج لكم شي حاجه واعره كنخرج لكم شي حاجه الطوب كنخرج لكم شي حاجه اللي غتصدمكم كنخرج لكم شي حاجه اللي شحال عليها ما غنحرقش لكم انا دابا كندير مجهودي ما كان عش في الليل دايره لي ماي باش نجيب لكم اجود واحسن ما كاين البنات ما غنحرقش المراحل اللي جايه احلى ولكن عضروني راني غايبه الحاجه الزوينه الحمد لله الحمد لله الله يدوم احفراحنا والله يسهل عليكم واللي كت شي حاجه الله يرزقها يا ربي دعيو معايا دعيو معايا محتاجه دعواتكم هذا الشيء اللي انا جاي في الطريق محتاج بزاف ديال الدعوات ديالكم بغيت غير نقول لكم انا مقصره في حقكم عارفه انا غبت عليكم نتوما هما الساس نتوما باش كاينه انا هاد يوتيوب هو اللي عرفني عليكم البنات اللي, اللي بغيتو تبقاو تعرفوا يومياتي راه انستغرام ديالي في اول تعليق ضغطوا على الرابط ابوني غتعرفوا يومياتي كامله اما اليوتيوب ولا يأخذ مني الوقت غنرجع ولكن تنسى لي في بالي جداً. قريبا جدا غتعرفوني علاش غيبا قريبا جدا وعافاكم ما تنساونيش بالدعوات غنتسناهم في التعاليق ومره اخرى سمحوا لي وكنت اسف ولنا عوده قويه نهار غنرجع غنرجع بعوده قويه ان شاء الله كنموت عليكم الى الفيديو القادم بحول الله